هذا البرنامج مقدم لكم من طرف كوتي سبور كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة ام دي جي اس نربح الرياضة تحياتي واهلا بكم في هذا المباشر لبرنامجكم تاكتيك على اوريزون تي وكذلك السيت انفو بالعربيه تقدروا تتابعونا كذلك من خلال الموقع ديالنا 3 و... www.siteinfo.ma www.siteinfo.ma أو عبر الصفحات ديالنا أوريزون تي في أو سيت أنفو بالعربية ثم عبر القناة ديالنا على اليوتيوب تحياتي لكم وأهلا بكم في هذا المباشر دائما مع الحدث كان بودنا يكون معنا أسرة الماس إنما لحد الساعة مازال ما توفقناش ناخذوهم غادي نحاولوا غادي نحاولوا باش ناخذوهم لتلبية لرغبة بزاف المصاوي اللي باغيين يعرفوا أشنو تتسنى الفريق ديالهم وشنو المشاريع الفريق ديالهم وشنو الاهداف ديال الفريق ديالهم بالرجوع الى القسم الوطني الاول يعني اتصلنا بما في الكفايه برئيس الفريق سي اسماعيل الجامعي انما الهاتف ديالو وبلا اجابه غادي ناخذوه ان شاء الله في القريب العاجل باذن الله بالنسبه للاخ اللي تيعيط دابا راه ما ناخذش مكالمات دابا وما كاينش مكالمات دابا نهائيا تنسالوا المواضيع ديالنا نحطوا النقاش ديالنا ناخذوا الضيوف نقراوا الاراء ديال الاخوه اللي كاينين عبر الصفحه ديالنا بطبيعه الحال تعرفوا قبل قليل كان نهاية آخر مباراة من تجمع فيفا اللي عقدوا المنتخب الوطني المغربي اللي كانوا فيه جوج المباريات جربوا فيه بزاف الأسماء جربوا واحد خليل وزيتش غنشوفوا واش عطات هذه الأسماء داك الشيء اللي كيتسنى واحد من غير استجوابات اللي غتكون واحد هو اللي عنده فقط الرؤية شنو تيتسنى من هذا اللاعبين اللي جاوا بحال برقوق ماي عودة القادوري منديل شباك وغيره من اللعابه اللي استدعاهم عوده يوسف العربي اللي هو هداف ديال البطوله اليونانيه بطبيعه الحال واللي رجع للبوزيسمون ديال الحكيمي آه كذلك واش برقو قعطه داك الشيء اللي تيتسنى فيه واش آه بطبيعه الحال امر الله كلاعب ما دخلش بزاف شنو غيتسنى منه اشرف بن شرقي اللي رجع للمنتخب الوطني المغربي وغيره من الامور اللي غنقدروا نتكلموا عليها بطبيعه الحال مع سي هشام رمضان وكذلك غنتكلموا معاه على تسليم درع البطولات نعرفوا وحنا كنا من الناس يطلبوا في البرنامج بان ما يكونش ذاك التسرع انما واش تخذ القرار المناسب سؤال اللي غادي عليه معكم بان التسليم ديال عبوطول يكون من 10 صباح في ملعب مركب محمد الخامس نعرفوا بان الرجاء غدا غادي يرجعوا ديالهم استعدادا لمواجهه الزمالك المصري في نصف نهائي عصبه الابطال يوم الاحد ذهب هنا بملعب مركب محمد الخامس امام زمالك. الزمالك الزمالك والاهلي وصلوا قبل قليل مطار محمد الخامس وكنظن غتشوفوا الصور والفيديوهات ان شاء الله بعد قليل في المواقع ديالنا سيت انفو بالعربيه لا اوريزون عبر الصفحات ديالنا لوصول الاهلي والزمالك المصريين خصما تباعا كل من الوداد الرياضي والرجاء الرياضي الوداد الرياضي قبل قليل حسم الصفقه رسميا ديال ايوب الكحل لاعب المغرب التطواني وقع له لاربع مواسم مساله اخرى راجت هاد المساله خلفت الضجه واحد الفيديو راه غيكون عند خالد كنظن غيكون عند خالد بطبيعه الحال جاموندي جاموندي ا أه بطبيعه الحال نفى أه كل ما يروج بان ما قالش رئيس الوداد غنشوفوا أه. الفيديو من بعد وهذا خلق جا تاع القضيه ديال ايوب سكوما شنو كاين هضروا معاه لا سد التليفون هذا جلسوا مع عامين ربع سنين واش هاد الشيء اللي تتقال او ما يروج هو حقيقي هادشي غنعرفوه مع المكلف اعمال ايوب سكوما شخصيا هو الوكيل ولا الوسيط اللي هو السياسي الشادي سيكون غيكون معنا على الخط باذن الله وسنحاول في نهايه الحصه ان شاء الله باننا أن ناخذ مكالمات ديال الاخوان الحمد لله وحب الرجاء ولا تم خارج الشريبي هذاك شأنك داك داير سلوب سنيدي والقجاع بون القجاع غادي يكون هناك بعض اللاعبين انتهت مده صلاحيتهم داخل المنتخب محمد بن فتيش سلامك الاخ يمين قول رايك في منديل ماي مزيان مرابط مزيان حكيمي لا يناقش اشرف مزيان تانا لا علاقه هذا ياسين عطار لا يستعرف يعرف الكره في ضربه خطا سامي كيف الحال واحد السؤال واش في اخبارك غادي نسيت المسي... يمكن الناس شفتي مزيان المواضيع مواضيع غتشوف مو... بانني داير هذه المساله بطبيعه الحال اسمه صائق من هو املاح وليس امر الله املاح وي اكبر خاسر في مباراه المنتخب ورجاء بعد اصابه فابريس نجوما ما عرفتش الاصابه ديالو بالخطوره لانه واش يلعب ولا ما يلعبش ما عندناش الاخبار بهذه المساله بلا ما يجيب يبغي يصيفطو عن طريق البريد تخربيق بكثرة التغييرات حمزه أه الرجاء آه وعباد الله واش دير كويري ادم زعما غير انا مندير محسوب على اكاديميه محمد سيلا ما كنظنش بانه تيلعب لانه هو حاليا هو اوروبا دونك وعندنا خصاص في دارير غوش وما عندناش ان آه باك غوشي انسان تيلعب بليستريا آه بطبيعه الحال ويكون مزيان ما كاينش شي يمكن اعاده تجريب منديل ديال واش اخر فرصه سؤال واش الشباك كذلك كان يستحق فرصه اولى لا، عليه بزاف الناس بغات في منديل الواضح ان ما كاينش رضا نهائيا على منديل تسليم الدرع البطوله في العاشره صباحا هل هذا منطقي هادشي غنشوفوه مع ان شاء الله بعد قليل ان شاء الله هشام رمضان غادي يعطينا واش شنو تيشوف في هذه المساله هذه ورايه في هذه المساله ديال تسليم درع البطوله في 10 الصباح هل هذا يعني في صالح تسويق العام للكرة الوطنية ولا عنده ظروف أخرى خويا محمد أمين يشوش عودة قبل لقاء الأهلي فاش أخويا زعما زعما كنقول لهم غيلعبوا بهادي ولا دا ولا زعما قول لي أخويا فاش يا أخويا راي فارغ اسمح لي نقولها لك بكل صراحه حكيمي ظاهر ايضا لا اتفق من دي ما يلعبش حتى في أيت اي تحمد صعب تحكم بهذه القضيه سكوما له اتفاق نهائي مع الوداد واخبر مسؤولي الفتح بذلك حمزه هذا ما سنعرفه عطيه الله حسمي كثير من دير رفيق أه سكحان حسن منه وخا صغير ما اظن بان سكحان وقته في المنتخب وصل من دين الصراحه قام بمباراه بأسابيع مقارنه مع انه شحال من العبد خصو يرجع ويلعب ويكون احسن حمزه وهذا راي فيه نقاش بطبيعه الحال حمزه لان كثير 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 من الاراء نقراهم بطبيعه الحال على الخط معام معنا الاستاذ والصحفي الرياضي هشام رمضان اهلا استاذ هشام اهلا محمد امين والمستمعين والمتتبعين والمشاهدين كذلك شكرا انك معنا استاذ هشام اذا الكلمه الصحيحه هو تجمع فيفا اللي استدعاه الناخب الوطني والذي تخللته مباراتين تداعوا يعني تم اذاعتهما آه تلفزيا كانوا يقدروا ما يتداعوش يعني في العرف هذا في العرف كاين الكرويين انما التسويقيين صبحوا كيدعوا هذا النوع من المباريات آه كيفاش كان تجمع الفيفا اللي هو اخر تجمع ودي قبل المباريات الرسميه في ظروف الكوفيد وشنو في رايك يقدر يكون الخلاصات او التساؤلات اللي كانت عند واحد واش قال اجوبه خلال تجمع فيفا و يمكن حتى واحد فينا ما مؤهل باش ي... يمكن انه يجاوب على هذا السؤال لانه ما يدور في ذهن ولا في عقل حتى واحد ما كيعرفو لحد الساعه الان يمكن بعد هذه السلسله ديال المباريات الوديه فكنظن انه خدا وقت كثير وجرب قاعده واسعه ديال اللاعبين فبحيث انا كنظن كنظن انه بغى يعطي فرصه لنفسه واللاعبين كذلك م. وعنده فكره يمكن انه شاهد ما يكفي من المباريات عارف فين كاين ماكامن النقص فين كاين ماكامن القوه هو الان يعني استكمل المرحله التجريبيه ديال الاختبار وأظن انه عنده فكره واضحه لانه بعض اللاعبين خذوا اكثر من اكثر من الوقت اللي ربما باش يتجربوا باش تختابرو نعم. كاين اللاعبين اللي يمكن انه بالنسبه لي حاسم فيهم وهذا شيء طبيعي كاين مراكز نعم. اللي حاسم فيها وكاين كذلك نقاط اللي يمكن انها بقات يعني معلقه وبقى السؤال نعم. مطروح حولها باش يمكن فالان كنظن انه ما بقاش مسموح بالتجريب فالشهر نعم. القادم المباريات الرسميه يعني خصنا نعم. نشوفوا المنتخب الرسمي وخصنا نشوفوا الاسلوب اللي تحدث عليه نعم. وخصنا مرحلة جديدة الجديده كذلك اللي بدات مع المنتخب الوطني هذه المرحله الجديده ثاني مره نسمع الكلمه بعد ما كنا سمعناها ديال السيد خلو حقبه جديده مع ايرفي رونار واتضح جليا باننا كنعاودوا ا زيرو نكون ل... عارفوا كيفاش سالينا الحقبه مع ايرفي رونار شنو رايك واش هذه المصطلحات خصها تبقى تقال في محلها زعما هذه الحقبه جديده وهذه المسائل وهذا كلام اللي كيتقال لانه عنده هدف والناس اللي كيقولوا كي عندهم اهداف باش يحققوها حقبه با ولا ما حقبه يمكن انه منطقيا كيمشي مدرب كيجي مدرب راه كندخلوا مرحله جديده هذا طبيعي ولكن العهد الجديد بداك المفهوم اللي كيتقال فهو ما, ما كيكونش صحيح لانه من السابق لاوانه باش تحكم على اي مدرب يقدر مدرب كيجي كي مثقل بالالقاب او بالتجارب او بالخبرات او بالنجاحات ولكن ماشي بالضروره ينجح وكاين العكس كاين مدرب اللي كيقدر كي يجي مغمور وعادي وممكن يحقق الانجازات فكره القدم ماشي علم دقيق وحتى العلوم الدقيقه راه فيها اشياء اللي فيها النسبيه فالكره ماشي علم دقيق مرتبطه بالانسان الانسان ممكن يمكن انه كيكون في نهارو نهار ما كيكونش في نهارو الفريق كيلعب بعض المرات مزيان بعض المرات ما مزيانش ما كاينش ثابت 100% في الكره كاين اجتهادات للاسف اللي المأسوف عليه هو انه في كل عامين ثلاث سنين كنعاودوا نبنيو منتخب جديد وهذا كنظن انه مؤثر جدا لانه منتخب خاص يكون فيه واحد الاستمراريه خاص منتخب يكون فيه واحد الاستقرار ديال 10 سنوات بطبيعه الحال مع تغييرات على حساب اللاعبين الجاهزين ولكن هذا يعني بان ما عندناش لاعبين ثابتين مادام كنغيروا كل عامين ثلاث سنين هذا يعني ما عندناش لاعبين ثابتين في المستوى ديالهم مم. الان يمكن عاد جديد يمكن كاين نقاط ايجابيه جدا هو انه مجموعه من اللاعبين السن ديالهم صغير هذا يعني انه كيخدم المستقبل وكنظن انه مجموعه من اللاعبين ما خدوش فرصتهم في المنتخب السابق مم. الان كنشوفوهم كاينين يعني المنتخب السابق كان مغلق انا بالنسبه لي كان مغلق مم. كان فيه ثوابت ما خصهاش تزعزع ما خصش يدخل هذا اللاعب في مكان هذا اللاعب الان فحيد كيبان بانه منفتح على الاختبار على تجريب اللاعبين ونتمنى انه يتوصل في اقرب وقت للمنتخب المثالي والنموذجي نعطيك بعض الاسماء ناي برقوق الانطباع اللي خلفوه ايجابي عند بزاف الناس هل تتفق شنو رايك في عوده العربي والقادوري ولو تقدم في السن والشباك ومنديل مازال خص تعطاهم فرصه مع تحفظي على الشباك وتشجيعي اكثر لمن دي صغير كوميم من صغير الولد طبعا ولو عنده ثقه كبير دابا من الجمهور الرياضي والمتتبعين دي تساؤلات اللي كتطرح بطبيعه الحال على هذه القضيه وهل كنت تنتظر فرصه للاعبين اخرين تفضل سي هشام و... انا كنظن كنظن كاينه اشارات و... والاشارات ممكن يمكن يمكن نتاكدوا منها او نثبتوها الا بعد يكون تشكيله يمكن لأنه اللي خصها تلعب لانه كاين لاعبين اللي كيقدر فرديا يبان لك ممتاز ولكن واش غيمكن يعطي في المجموعه وهذا كاين اختبار ثاني واش ديك المجموعه اللي غتولي نموذجيه عند عند فحيد غيكون فيها لاعبين يمكن انهم يتكاملوا بعضياتهم بطبيعه الحال كيبان الاشارات ايجابيه ديالهم مساله العربي ولاعبين اخرين مثل القادوري فكنظن انه فحيد عرف بانه لاعبين اغلبيه الان ما عندهمش خبره خاص اوتور اللي اللي تاثرهم وتعطيهم ذاك الاطمئنان داخل الملعب العربي كان خصو ياخذ فرصته لانه احنا عرفنا انه كان عندنا مشكلة الهجوم وهذه من بين الاشياء اللي حتى هي يمكن انها نضيفها على الكلام الاول انه الهجوم كان عندنا مغلق كان كيلعبوا فيه واحد اللاعبين معينين وخايبا لاعب اخر فكنظن أنه ما كانش كتعطاه فرصه العربي ممكن يكون حل فضل انه كاين عقب على هذا المستوى هذا والخصاص كاين والقادوري القادر الى حد الساعه يعني اعطى اشارات ايجابيه رغم تقدمه في السن كنظن ان نشوفوا الرحله ديالو واش غتستكمل او لا وانا اظن بانه ضحيد مقتنع به وعارف انه يمكن غيادي واحد الدور اللي كيشوفه كي هو يمكن يعطيه الاضافه في المنتخب منديل شنو رايك في هذا دل... الاستياء استياء كبير من اداء منديل واش له تبريرات السياق؟ انا كنظن باش نسرع أن... ما بغيتش نضحك بكل صراحه كنسولك رايك على الاستياء وبزاف والت... ناس مستائين وتعليقات سلبيه هل تتفق مع التعليقات السلبيه ملاعب هذه مده ملعب وسنو أه. مشجع لانه الانسان ما يتحملش عليه بالطريقة هذه لا تحامل شيء ولكن مم. تحامل اي ربما الانسان انتقاد بعض المرات كيبالغ كي فيه يمكن انه العاطفه ولكن تقييمه بشكل موضوعي فما دام كنهضرو على المنتخب كنهضرو على اللاعب الجاهز. واللاعب اللي ماشي جاهز راه ما جاهش متفقين إذا هو تعطاته فرصة كبيرة. في رونار تراجع المستوى ديالو حتى رونار مابقاش مقتنع به وحاول يلقى حل من خلال استيق... استخدام حكيمي في... في الجهة اليسرى. الآن يمكن أنه ضحي مع التغيير اللي دار على على المركز ديال حكيمي فهو كيقلب كي... كي على لاعب ل... رجل اختصاص في هذاك المركز. لحد الساعه كاين كاين مشكل لا اوروبا ولا المغرب استطاعوا انهم يعطيونا دابا لاعب المنتخب اشرف الزعر راك عارف الوضعيه ديالو فهذه كلها امور يمكن 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 الوحيد بغى يقتنع بشكل يمكن نهائي واش يعتمد عليه او واش ما يعتمدش عليه ولكن لحد الساعه كنظن انه لاعب شارد شارد ويعني تراجع حتى على المستوى ديالو عندنا هذا وجهه نظر طبيعة الحال تحترم وغنشوف في المستقبل شنو يعطي ما فيه وقت كثير بالنسبه لهذا اللاعب كنظن ذاك الكل ما يخص هذا التجمع الاعدادي الى غايه يجيو لقاءات رسميه بقياده فاي داليوزيتش في ظروف الكورونا والكوفيد الى اخره مر الموضوع اخر اللي سمحتي سي هشام درع ديال البطوله اللي هي بطولة في ظروف خاصة والجامعة دارت مجهود وأظن أن في التقرير المالي ديال السنة الخاصة بهذ البطولة غيكون هو أعلى وأغلى تقرير مالي في التاريخ نظرا لأنه كتعرف الفحوصات ديال كورونا اللي كانت كدار دو تروا فوا بار والتجمعات إلى آخره يعني مجهود كبير وتا العائدات المالية ما وهذا وضع عالمي بكل صراحة لهذه البطولة أولا شنو رأيك في الإنهاء والسيناريو والمجهود وإنهاء البطولة ديال السنة عاد باش ندوزو لي, لي... مراسم تسليم الدرع مع العشرة الصباح تفضل يا هو... هو كان شوف كان ممتع جدا هذاك الخط المستقيم ديال الفرق بثلاثة إضافة الراجع والوداد اللي تاريخيا وكلاسيكيا كنعرفوا أنهم فرق دائما حاضر على مستوى المقدمة التراجع ديال الجيش وديال الفاتح وديال المغرب التطواني اللي هما الفرق اللي كانت في السنوات الأخيرة في المقدمة وفي الأرقام فبركان كانت كانت يمكن ظاهره ديال الثلاث او اربع المواسم الماضيه فريق دائما في المقدمه افريقيا كذلك واحد النوع من ثبات على النتائج والان اكد بانه الفريق ديالو لانه من بين الفرق اللي عندها استقرار كبير على مستوى التركيبه وعلى مستوى يعني الاداء البطوله كانت مغريه جدا في المراحل ديال الاخيره وكان ممكن تكون افضل لو انه ما كانتش هذه الجائحه ديال كورونا ولا الامور مشات بشكل عادي وكان ممكن انه تكون افضل لو ما كانتش هذيك التعرض التعثرات اللي كانت من بعد استئناف لانه كاين تاخر في اتخاذ القرار ديال تحديد عدد اللاعبين اللي يمكن انه في حاله اصابتهم يتاجل المباراه او لا ولكن في الاخير كنظن انه عطى تشويق وخير دليل هو الاصداء الاصداء اللي كانت على المستوى العربي لانه العالم العربي انا شفت ردود الفعل في الاعلام والمحللين ويعني وبعض الناس مختصين فكلهم تابعوا هذا التشويق ديال المباراه الاخيره وهذا يعني بان البطوله قادره تجذب مشاهدين اكثر متتبعين اكثر لو حسنا الجوانب اللي يمكن انها كتاثر عليها واكبر جانب الان هو التحكيم اللي كان يعني مطار ديال الجدل ومطار ديال الكثير من الانتقادات تحكيم اللي كان عليه يعني ضغط كبير هل كل كان محق النقاد وحنا منهم على الحكم على تجربه الفار اللي هي في اول سنواتها في العالم في المغرب في اول سنه لها بطبيعه الحال وشوف التقييم راه خصك دير تقييم التقييم راه الجامعه غديروا مديريه التحكيم غديروا لجنه مركزيه التحكيم مسؤولين المسؤولين ديال التحكيم هذا شيء طبيعي جدا حتى الجمهور لانه الجمهور ما يمكنش فقط طلب منه غير يتفرج الكره فتا الكره يعني من من الفرط ديال انك كتشاهدها فالجمهور كتولي عنده واحد النوع من الخبره في واحد المستوى معين كيولي عنده المام بالقوانين فالفار الفار يمكن انه المغرب كانت الخطوه جيده جدا باش يكون من السباقين التطبيق ديالو لانه باش يمكن انه يحل مجموعه من المشاكل ولكن شفنا بالعكس انه الفار خلق مجموعه من المشاكل لانه كان سبب كان سبب في غموض ديال مجموعه من القرارات وكان سبب كذلك في الاجتهاد ديال التفسير ديال ديال الاستخدام ديالو لانه شفنا انه الفار كتقنيه ديال الحكم المساعد بالفيديو ولكن انه في مجموعه من اللقطات او المحاولات بقى الغموض بسبب الفار لانه كان هناك واحد الاستعمال ديالو اللي غير مفهوم لحد الساعه أه يعني <applause> واش 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 هناك اجتهاد في الاستعمال ديالو بطريقه مغربيه يعني امور خاصه الكثير من التوضيح وخاصه الكثير من الاشياء اللي يمكن لانه حتى, حتى خرجت السير دوان, دوان جيد هل كانت مقنعه في تفسير هذيك العلاقه بين نورمال هو احسن حكم في المغرب آه كانت عنده خرجه اعلاميه البارح كندور مع الزملاء في راديو سبور مارك انا ما شفت شيء انا ما شفت انا ما شيء يعني سمعت أكيد. اوديو منتشر اوديو كندور عبر الصفحه ديال السي موجه تما فين سمعتها آه بطبيعه الحال أنك كنت كنشتغل في نفس التوقيت <applause> ااا آه السر ديك العلاقه بالفار، انا ما عنديش الاهليه القانونيه باش نعرف انما واش كانت مقنعه مع الملاحظات كثيره اللي كانت الله اعلم ما عرفتش واش عندك اضافه في هذه المساله هذه. انا ما سمعت ولكن اذا كان الفار الفار آه يعني غيكون كتقنيه مساعدة للحكم آه غيخلي مجموعة من الاشياء تبقى غامضة فكنظن انه كاين هناك تفاوتات آه نفس الحالات كانوا في ملاعب كثيرة ولكن القرارات كانت كانت مغايرة لها. يعني وحتى بعض الحكام كاين تفاوت في استعمال في استخدام شاشات الفار فهذه كلها اشياء يمكن انه يكون موضوع تغيير وممكن انه خاص يكون توضيح من طرف المسؤولين لانه بالفعل بالفعل خاصنا نحسنوا بسرعه الاداء ديالنا ديال البطوله لان البطوله الان يعني حتى واحد ما انه القيمه ديالها على المستوى العربي ولا الافريقي اذا خصنا نعزوا هذه الاشياء بكل ديك الشوائب اللي ممكن تاثر عليها كندا فيما يخص الفاروس وسنرى هل سيكون تجويد تقنية العام الجاي في سي في عامها الاول سيناريو اللقب كان متوقع وهل في نظر هشام من الفريق الذي يستحق هو من فاز ويستحق يستحق حتى لو فاز الوداد كانت كذلك سيستحق لانه ما كانش فريق كبير ولكن الرجاء كانت عنده خصوصيه لانه الرجاء ماشي من الفوز الرجاء الفوز ديالو باللقب ما جاش لانه انتصر على الجيش او انتصر انا في نظري السر هو انه الرجاء ملي كان ضعيف ما كانش كيخسر هذا ساعده بزاف وهذا ساعده بزاف لانه في مباريات عديده كان هناك واحد نوع من الخوف كان واحد نوع من الارتباك اللاعبين كان كيبان عنده مشكل ذهني ومشكل في النفسيه ديال اللاعبين اكثر من اي شيء اخر اثر عليهم بزاف <applause> خاصه في مجموعه من المباريات اللي تقدم في النتيجه فاذا به ما كيقدرش يحافظ عليها وكيتملكوا واحد الخوف الخوف اللي يمكن كان كيجي كي بشكل اوتوماتيكي عند اللاعبين ضغط وكنظن انه سواء فاز بهذا الفريق او ما فازش بها فكان يعني اي واحد حتى بركان لو فاز بالبطوله كان غيكون يستحق ولكن اللي اللي ضبط واحد التفاصيل دقيقه هو اللي تمكن انه يفوز وراك شفتي الفارق ماشي كبير حتى حتى في المباراه الاخيرتين فالوداد كان الى حدود دقيقه 88 هو البطل فاذا به الرجاء من بعد كي يتوج فهذه التفاصيل الصغيره هي اللي حسمت رغم انه اللاعبين عانوا بزاف طول طول يعني الفتره اللي جرت فيها البطوله التوقف ديال أربعة أشهر نقص في التدريب، استئناف إيقاع تفكير في كأس إفريقيا هذه كل شيء أشياء اللي اللي على اللاعبين كذلك المدد الطويلة اللي كانوا يبقون في الفنادق فبطولة استثنائية بجميع يعني يعني بالمفهوم الواسع ديال الكلمة ولكن هذاك المعاناة ديال اللاعبين هي خلقات واحد الفرحة لدى الجمهور لأن التشويق جا من المعاناه ديال اللاعبين والجمهور تفرج لانه الناس كانوا كيشوفوا ثلاثه مباريات في نفس الوقت كانوا كيحاولوا يطالعوا هنا يشوفوا المحاولات هنا وهذا اعطى متعه الجمهور رغم انه ممنوع من الملعب ولكن على شاشه التلفزيون تمتع كثير غادي بطبيعه الحال وكانت التويج الرجاء هذا تويج يوصلنا هشام الى شيء او الى حقيقه درع البطوله يمكن انا كنت قلت ودي أنا مع الكوفيد ومع خاص يكون تفكير استثنائي في طريقه تسليم الدرع انما هل كنت تتوقع مع الاستثناء ان يتم تسليم الدرع مع العشرة الصباح من عمرك محمد الخامس وشنو رايك أنا... في القضيه هذه؟ ما كنتش كنتوقع ولكن ولكن كنظن انه عندها،, عندها 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 غتكون عندها اكراهات ديالها غالبا غتكون حصه تدريبيه عند فريق الرجاء فريق الرجاء هذا الاسبوع مقبل على مباراه واش كان ممكن انه خصو في هذا الاسبوع هذا سؤال يعني فريق ملتزم بمباراه في نهايه الاسبوع لو تاخر ثاني الاحتفال واش غيبقى عنده طعم أه، أه، ما كانش ممكن يدار في،, في الملعب ديال المباراه أه، يعني هذا حتى هو اكراه فشوف الاقتراحات اللي دارت واش كان من بينها اقتراحات اخرى اللي تكون احسن وافضل اه الان ولا تتو اه تسليم الدرع هو فقط مساله الان رمزيه في ظل هذا في الوباء وفي ظل هذه الاحترازات اللي كاينه لانه بدون جمهور اه ماشي في الملعب اللي كتلعب فيه يعني ال... ماشي في يوم المباراه اللي اللي تلعب اللي, اللي كان فيها التتويج فهذه اشياء كلها الان فقط خص الدرع باش تخلد واحد الصوره وباش هذاك البروتوكول ديال ديال تتويج الفريق خصو يكون هذا هو الان اللي اهم بغض النظر على على يمكن العيوب الاخرى اللي ممكن تكون هل هي مفيده بالنسبه كفكرة التسويقيه لتسليم درع البطولة؟ يمكن الصور غيبقاو غيتسوقوا ولكن بعض كنعرف هذه لحظات كبغيت تعاش وقتها وضروري لانه الارشيف والتاريخ خصو <applause> يحتفظ بصوره البطل والفريق سيكون يكون عنده والجامعه وهذاك البروتوكول كيدار خصو يدار وكنظن انه في ظل هذه الجائحه هذه فكل شيء استثنائي والقرارات كلها استثنائيه وبالتالي فكنظن انه عادي حتى هذا يكون قرار استثنائي ولو انه غيبان بانه راه ماشي مولفينو ماشي معتاد داكشي شيء يمكن انه غيبان لنا بطبيعه الحال غير مقبول ولكن ما دام الفريق قبل ما دام الجامعه اتفقت مع الفريق فكنظن انه الامور هادشي في الاهم الان هو يتسلموا الدير ويحتفلوا ويتسلموا الميداليات غين وصول بعثتي الزمالك والاهلي قبل قليل الى ارض الوطن قادمين من مصر لمواجهه الذهاب كل من الوداد تبع يوم السبت والرجاء يوم الاحد رايك في النهايه نصف النهايه المواجهه المصريه المغربيه الظروف اللي جاءت فيها التي ليس هي بالافضل في المصري حتى كانوا كيلعبوا كل يومين كل ثلاث ايام وكانوا مضغوطين بل اكثر من ذلك فريقين بزوج الاهلي والزمالك عاشوا مغادرة المدربين الفرق هو ان الاهلي خدا باقل ضغط جاب مدرب تعرف مزيان الكره الافريقيه تعرف مزيان الوداد اللي هو بيتسو موسيماني الجنوب الافريقي انما لم يسبق له ان على حساب الوداد عكس ذلك الزمالك مع الهزه الاخيره تعيشها مع قرار اللجنه الاولمبيه المصريه بعزل رئيس الزمالك عاود جاب مدرب سابق عنده اللي البرتغالي باتشيكو انما كذلك يعاني اصابات وغيابات هل هذا سيكون له حكم في المقابله ورايك في المواجهه المصريه المغربيه في ظروف خاصه هي ظروف كوفيد 19 هذه كتبقى معطيات يمكن انه راه حتى معطيات ما عطيتش تحليل باش الناس ترد البال انا كنعطيك معطيات تفضل تفضل هذه معطيات راك عارف السي محمد امين بعض المرات ما كيكون عندها تقييمه اي هو هي كاينه على ارض الواقع آه يعني كل شيء كيشوفها كل شيء كيلمسها يمكن <applause> انا كنتكلم معك السي هشام اعتذر على المقاطعه كي خالد غيعاود يعرض الفيديو ديال الوصول بعثه الاهلي قبل ما يوصلنا الزمالك تفضل السي هشام يعني هذه معطيات كاينه مدرب كي يمكن انه يت... اي مدرب كيتمنى ما يكونوش اصابات اي مدرب يتمنى ما يكونش عياء ما يكونش كذا ما تكونش قرارات ولكن يوم المباراه وهذاك الاسبوع او 10 ايام او 15 يوم اللي كتفصل على يوم المباراه فكتوقع مجموعه من الاشياء ممكن يتحسن اداء ممكن اللاعبين يعني في, في... في الحاله الدينيه ديالهم يكونوا افضل ممكن انه المنافس اللي غتقابله ممكن يكون ضعف منك هذاك النار فالمعطيات متغيره ماشي ثابته والحكم ديال اللاعبين كتحكم عليه النهار ديال المباراه وفي الساعه وفي الدقيقه ديال المباراه ماشي قبل ولو انه ممكن انه هاد مثل هذه المعطيات كتعطيك التوقعات كتعطيك الاشياء اللي خصك تخدم عليها باش يمكن انك تفادى اي شيء وحنا كنعرفوا انه لا الزمالك ولا الاهلي الرجاء والوداد ما كيخضعوش لهذه المعطيات هذه في يوم المباراه يمكن انك تشوف فريق مختلف على الظروف اللي يمكن عاش فيها قبل المباراه علينا وصول هذه القضيه دي هل تعتقد كما قلتي كتختلف في نظرك بان تجربه الفريقين ستساعد ان لا يكون هناك تاثير؟ بطبيعه الحال لانه فريقين من هذا المستوى احنا كنعرفوا كما كي كيتقال كيلعبوا بالحرفه كيلعبوا بالتجربه كيلعبوا بالخبره وهذيك الخبره واخا كتبدل الاجيال في الفرق فكيمروها من خلال المشاهده من خلال التكوين في الفريق فهذه الاشياء كلها كتمر ف يعني الحرفه كاينه عند الفرق وحنا عارفينها وتاريخيا كاينه وحتى واحد ما يمكن يمكن انه يشكك في القيمه ديال الاهلي والزمالك ولكن الرجاء والوداد كنظن انهم حتى هما يعني المستوى ديال الخبره ديالهم على المستوى الافريقي على في علاقتهم مع الالقاب فكنظن انه حتى في مواجهاتهم الاخيره مع الزمالك ومع الاهلي فدائما كانوا فرق الند الند وكان دائما كتكون الغلبه على الطرف او الاخر وبالتالي فالامور متكافئه جدا تكافؤ هو اللي غادي يكون معك عرفت كيفاش غيكون التعامل مع الاعلام في الظروف انما الواقع هو ان كما عاشت اوروبا ولو ان اوروبا كانوا يسمحوا للصحفيين بالحضور كانوا أه. كانوا بعض المنابر في تعامل إعلامي معاد ما عرفتش بالضبط كيفاش يكون التعامل الاعلامي مع نصف النهايات ممنوع 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 هذا ممنوع. ممنوع. هو اللي عرفت هذا هو عرفت ما, ما, ما عرفت واش شي حاجه غتغير او ما غتغيرش انما اللي واقع هو اننا غنعيشوا نصف النهايات غيبقاو في التاريخ هشام آه بطبيعه الحال بطبيعة الحال تاريخ لانه الفريقين ديال الدار البيضاء اللي عندهم شهره على المستوى الافريقي والعربي فريقين ديال القاهره اللي كذلك عندهم شهره يعني صدفه صدفه غريبه جدا وغتعطينا بزاف احتمالات غتعطينا نهائي مصري غنعرفوا انه اذا كان نهائي مصري بين الطرف او اخر او غيعطينا نهائي مصري خالص او غيعطينا نهائي مغربي مصري فهذه احتمالات كلها غتعطي قيمه لهذا النهائي وكنظن انه الكونفدراليه الافريقيه غتكون محظوظه جدا باش يكون عندها نهائي فغيكون الطرفين ديالو واحد من اربعه الفرق غادي نشوفوا وغادي نعيشوا بطبيعه الحال هذا التشويق اللي غادي يكون في نصف نهايه ذهاب واياب بطبيعه الحال هل ترى بان مثلا سيكون لك تاتي الفريقين المغربيين الوداد خسرت اللقب في اخر اللحظات الرجاء خسرت لاعبين سند ما عرفتش بالضبط واش غيشارك شاكر باقي الشكوك واش غيشارك ما عرفناش بالضبط شنو هو مستقبل الحداد بطبيعه الحال اللي هو ديفونسور الرجاء واش كمل ما كملش انا زياد البحقاري غيجلسوا معاه اليوم او غدا غيجلسوا معاه ما عرفتش بالضبط شنو ترى بالنسبه لهذا اللاعب ثم الوداد آه بطبيعه الحال غيابات الكعبي اللي عرفنا اخر اللي كاين ما يلعب شيء آه لانه خرج وما بقاش مقيد في اللوائح الخاصه بجميع الملاكين المغربية لكره وبالتالي لن يستفيد منه الوداد في هذه المقابله والى كان تعاودة بابا توندي واشرف داري وكذلك آه كومارا فهما ما لعبوش هذه مده هاد اللاعبين خاصه داري وتوندي آه هاد الناس ما لعباتش اكثر من لعبتش مع 10 شهور دابا شوف الوداد كان عنده احباط ولكن المركز الثاني يؤهله دوري ابطال افريقيا ممكن انه هذه المباراه ديال النصف النهائي تكون بالعكس حافز باش يمكن يعوض وبالتالي فيمكن انه يكون في حاله احسن وافضل مما يكون متوقع لانه هذه فرصه باش يعوض وباش يسجل حضوره اللي بصم عليه في السنوات الخمس الاخيره على المستوى الافريقي كيف ما كي ممكن انه يكون هذاك الاحباط باقي عنده مؤثر عليه الرجاء كذلك الرجاء يمكن انه ذاك الحماس اللي عنده وهذاك يمكن ذاك المجهود اللي دار يمكن انه يخليه واحد نوع من الارتخاء يوقع عليه ويمكن انه يدخل المباراه وهو يمكن في حاله ديال ديال الاصرار وديال العزيمه اقل كيف ما ممكن انه هذا اللقب يزيد يشجعوا لا خصني نكمل خصني نكمل المسار وندير موسم استثنائي إضافة للبطولة نزيد عليه دوري أبطال إفريقيا وكأس محمد السادس للأندية العربية حتى هي الآن غتستأنف غت فهذه كلها معطيات على حساب اللاعبين كيفاش غيتعدوا كيفاش غيكونوا يومهم غادي نشوفوا غادي نعيشوا بطبيعه الحال في نفس الاسبوع فريقين مغربيين سيتقابلان في كاس الكاف رايك في هذه المواجهه المغربيه المغربيه يومنا نهار تبركان وحسيت اكادير مواجهه كتاكد بانه هاد الفريقين حافظوا على المستوى ديالهم افريقيا ولا عندهم اسم ولا عندهم صيت وبالتالي فرأكم واحد الخبره كبيره اللي اكدت بانه الوصول ديالهم لهذا المستوى هذا ما كانش عن طريق الصدفه وغيعطينا ولو اننا كنا كنتمنوا بجوج يكونوا في النهائي ولكن هذه المواجهه غتعطينا طرف مغربي في النهائي وهذا في حد ذاته مكسب للكره القدم المغربيه هشام شكرا جزيلا سي هشام رم رم ونتمنى نشوفوك على القريب شكرا سي هشام شكرا هشام كان هشام رم, رم كان معنا قبل قليل غادي نمشيو دابا عند كما قلت لكم نحاول نقرا بعض الاراء قبل ما وكيل الاعمال ايوب سكوما سياسي شادي نرحب بفريق القرن الواشقون المسلمين بني المغرب تحيه الاخ رم رم الحليمة. اهلي وصلوا هو شي عنده الحق تشارك في شي بطوله غنشوفوا كيفاش غيكون التوزيع ديال الفرق جميعا تشجع البنشرقي والنجم ابراهيم امي ما اسمح لي سي رفيق رايك لا يهم لانه ما اسمح لي ما. مع احترامي لشخصك أه سي تحياتي والصحفي المقتدر هشام حسن أهل الاهلي ملوك افريقيا ونادي القرن اللعابة انا اشجع الوداد الاهلي واحترمهم واقدرهم ولكن في هذه المباراه انا ودادي 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 ديال الوداد والاهلي المصري وليس لان انا ما تنستعملش ديك المصطلح وماشي كنعرض اللي لا لانه لا بالنسبه لي انا في هذه المباراه غنكون ودادي وفي المباراه الرجاء غنكون رجاوي في مباراه تبركان وحسيت اكادير غنبغي التوفيق والمغربي يتاهل يكون في احسن الظروف سيامين شكون الحكم ديال مباراه الوداد والاهلي مازال ما عرفناش سياره محسن تولي تتعرض الناس العالمي لتخريب من الله ما اخويا انا شفت واحد الصوره في الانستغرام ما عرفناش واش السبب شخصي مجهولين ما عنديش اخبار كاين الامن وكاين الشرطه اخويا انا تقدر تدير هذه المساله هذه لو سمحت آه السمالك لا يعاني من الا زيزو بركه من الاسلوب الله يخليك هذا الشخص هذا الله يجازيك بالف خير سي السي خالد لو سمحت السيرة أبلوكي بلوكي الله يجازيك بخير أه لو سمحت السي خالد أه انا كنقول اخبار اللي كتخرج واش عندي معطيات راه كاين عندهم ساسي فرجاني اللي عنده اصابه بفيروس كورونا كاين عندهم اصابات الا ما كانتش في راسك كاين لاعب اللي مشى بالمنافسه كاين النجم الله غيرجع يرجع من الاصابه اللي كانت المت به هذا ولكن الا ما كانتش في راسك يا اخي عندك كره الرجاء خليه منك ليه منك ليه ونبقاو باحترام الناس احترموا بعضياتنا الله يجازيك ما تحترمنيش ما احترمكش نسمع رايك ترميش الله يخليك ما تفرج فيا ما تستعج راسك مالك ما اش ما برد مع راساتك خلي اعصابك عندك يا اخي حمزه رايك في اداء الجيش امام الرجاء الجيش لو راي الجيش الملكي لو كنعاود نقولها لو كان لديه رغبة وثقة أكبر هذا الموسم كان يقدر يكون في ترتيب أفضل لأن لديه عناصر أقوى وجهة نظر فقط بالنسبة لفريق الجيش الملكي بطبيعة الحال اخويا أه سيدي امين راه بركان أه لم تكن تلعب على البطوله في اخر دوره لان حسيت سمي فضلت تفضلت وقلت انا بركان كانت فائزه فاش كانت ويدو الرجاء خاسره تحياتي هذا أه هادو دائما مع الاخوان اللي كنسمعوا ليس القومة القوما اصيب امام المنتخب بأحسن شيء شو ما خويا ما بالعكس انا نحن نحترم الناس ونقدرهم ما عندناش اشكاليه في هذه المساله هذه بطبيعه الحال كنحاولوا كنهضروا معكم و... و... ونوصلوا بطبيعه الحال الفيديوهات اللي كاينه وصول الفريقين بعثه الاهلي والزمالك هو في هذه اللحظات وصلوا الى المغرب بطبيعه الحال بعثه الاهلي والزمالك المصري دونك كنحاول علينا دخلت ستوري ديال ديال المتولي ما لقيتش هذيك الصوره اللي منتشره دابا هي كتشبه الطوموبيل ولكن انا ما, ما عنديش أه خويا ماشي هذا اختلاف في الراي هذا أه سبان ومعيور وبالتالي انت كنت متعصب ولا تتقبل غير فكره خبر ما عندوش علاقه حتى بالفريق اللي كتبغي انت وتتهاجم الناس غير كتقول فقط خبر حتى ما تصلحش في تكون معنا في في حوار نهائيا تا في اختلاف ولا ما فيش اختلاف انت ما كتقبلش خبر فما بالك راي خبر ما كتقبلوش عاد باش غنقبلوا بعضياتنا رايي لي هذا هذا ارتاح لي يا خويا مع راساتك ارتاح مع راساتك وسير خويا هل تمت فعلا صفقه اجردوم لحد الساعه على شيء حسم أه سيامي غيابات الاهلي المصري وشكرا كهرباء اصيب في اخر مباراه واش غيكون ما يكونش الله اعلم آه هناك عندهم غيابات في الدفاع انما واش غياثروا عليه انا ما أعرفش علاش آه ما مشيتيش آه شنو هي تستقبل الاهلي خويا انا ما كنستقبلش الناس انا كانت عندي خدمه قالوا لي سير جيب لنا تصاور وفيديو غنمشي انما حيت لي إن عندي المباشر فخصني نجي نقابل خدمتي هذا هو اللي كاين يا اخي غادي نستقبلوا وكيل اعمال آآ سي آآ طبيعة الحال ايوب سكوما سي ايوب سكوما لعبنا تاع لي رجا علي, علي نودع فريقه الفتح الرياضي في اخر مباراه وخا عباش واخبار ربطته بالوداد وقالت بانه اتفق الى آخره الى آخره ثم خرجت قصص كثيره 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 هذه القصص اللي خرجت على ايوب سكوما هذا آه، غادي يوقع التليفون قال له الوكيل ديالو لا لما كنت صدفه شفت واحد الفيديو لان انا سياسي شديد تنعرفو مزيان يعني منذ سنين ولكن ما عمرني كنت عارف ياسين شادي هو سي... 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 كنت كنت شفت واحد الفيديو فيسبريس او في سبورت وتكلم وهذا باش عرفت بان فاتصلت بسياسين للاستفسار قلت له الله يخليك راه بزاف ديال ديال الاخبار تروج هنا وهناك ما نعرف الحقيقه الصحه من هذه القضيه يعني ودي غتسمعوا وجهه النظر ديالو طلبت منه قلت له الله يخليك واش بامكانك تمر معنا وندير واحد التوضيح للجمهور الرياضي قال لي ما كاين مشكل كنقول هو معنا على الخط انا السياسي السلام عليكم سي امير بخير شكرا انك معنا ياسين شادي اللي هو وكيل لاعبين وانا ما بقيتش عارف سمي في كينا على هو اللي كيتكلف باعمال والعقود الخاصه بالسي وغيره من اللاعبين طبعا الحال سي اه ياسين شادي سي ياسين اه شنو هو الحقيقه ديال المسار دسكوما بعد نهاية التعامل ديالو مع فريق فتح الرياضي أول معلومة هو أنه التعامل ديالو مع فريق فتح الرباطي شيء جديد أنه ما يبقى الفتح كنا في مفاوضات مع فريق اتحاد فتح الرياضي ما كانش الاتفاق بيناتنا والناس راك شفتوا ربما أنهم خرجوا من باب الكبير وداروا توديع وتكريم في المستوى اللي يليق بالاسم ديالو بالتاريخ ديال اتحاد فتح الرياضي المسألة ديال التوقيع ديالو مازال ما كاين حتى شي حاجة ما محسومة يلاه شفتونا اليوم على اساس انه ناخذ شي قرار واتفقنا نطريتو واحد شويه حد 3 4 كاين عروض قلنا شنو اللي كاين وخديت من عنده المعلومات الاولويه شنو اللي باغي هو في المرتاح شو ولا ثلاثه ديال لي كلوب اللي معهم انا كونتاكت تواصلت معاه اليوم كما قلت لك وياخذ القرار ديالو بشويه عليه حدود بدايه الاسبوع المقبل ان شاء الله رحم ممكن يوقع في النادي الجديد ديالو نعم شنو جوابك على الاخبار اللي ربطته بالوداد توقيع الاتفاق باش نجي نهض تبركان وهاد القصص كلها اللي خرجات بانه ست تليفون هضر مع الناصري انت عندك مشكله مع سعيد الناصري داك الشيء علاش هو ما خصوش يمشي شنو جوابك على المساله واش قريتي هاد الشيء هذا؟ خويا ما قريتش هاد الشيء هذا وما كاين حتى حاجه من هاد الشيء ما عندي حتى شي مشكل مع السي سعيد شفتو اخر مره في جلسه ربما كان في مفاوضات مع سفيان كركاش ما كانش الناصيب مشى هو نهضه بركان الصيف اللي فات من ثم ما عمر كان عندنا شي مشكل مع السي سعيد الناصري مساله الاتصال كان اتصال مع السي سعيد الناصري تواصل مع السي ايوب في شهر 6 من ثم ما, ما كان حتى شي لقاء لا عن طريق اللاعب ولا عن طريق انا نهائيا اللاعب كان مركز مع الفريق ديالو في المقابلات المسابقيه كان عنده واحد الاصابه خفيفه ديال 10 ايام ديال روبو ومن بعد دابا راه عادي بصحه جيده ولكن ما كاين حتى شي تواصل وما كاين حتى شي اتفاق مع فريق الوداد الرياضي ما كاينش اتفاق وما كاينش هذه المساله واش انت عندك شي مشكله مع رئيس الوداد ولا ناس الوداد السياسيين كي ما حتى شي واحد السي امين حنا ما كنديروش حتى شي واحد حنا كنسهلوا الامور كنديروا انترميديا كنسهلوا الامور مع هذو كنحفظوا حقوق ديالهم ما المشكل ما عندنا ما حتى شي حد الحمد لله نعم نعم دونك ما كت سمعنا من بعد واش سكو عنده تفضيل انه يجي للوداد سي سي نورمال هادشي راه واضح الا كنتي تهضر وحده اخرى غادي لا هادي عادي هادي ما فيهاش في الاخر الكشي اللي مكتبلو الله هو اللي غياخذ غي انا تندوي على ما يروج انا كنعرف مزيان ايوب سكو هذه مده ما تذكرتش ولا مشتوش ولكن ممكن كنتصور بان ممكن يبغي يرجع للفرقه ديالو السابقه شو يقدر تقولنا على القضيه هذه كاين شويه الموديل الفريق الوداد راه فرقته هذيك وكبر فيها وراك عارف انه عنده راه ولد كازا عنده اصدقاء ديالو ديال الوداد قبيله نيت كان معايا كنا غدا ويتصلوا به الناس ومحبين وهذا ولكن شي حاجه تا اتصال رسمي ما كانش نهائيا فهمت كاين ما غير ما... نكره ما... حتى شي واحد انه عنده ميول يرجع لفرقته ت... لكن خويا ماشي غير يرجع لفرقته خاص الامور النقاط تحط على الحروف كما كيقولوا نشوفوا الامور كما غادي ولكن شي شي تقدم ولا شي تفاوض مباشر مم. ما كاينتش خطوات هذا الباب نعم أه هل ممكن بان يكون هناك تغيير الوجهه ديالو صوب فريق اخر ايوب سكوما ممكن اخويا ممكن كاين عروض رسميه من جوج ديال الكلوب وانا كنهضر معاهم ولكن قلت لك انا جلست مع اليوم باش نعرف قلت ليه حرفيا لو بغيت قلت له حرفيا انه شنو البلون آه شنو بالنسبه لك الاختيار الاول والاختيار الثاني والاختيار الثالث باش نعرف الميول ديالك شي الاخر ديال الامور التقنيه ديال العقد وداك دي. الشيء كتبقى ديالي انا ما بغيت نعرف غير شنو التوجه ديالو فين باغي يمشي شنو كيشوف هضرت معاه واتفقنا داكشي كيبقى بيناتنا الا سمحتي لي و... لا هذه ما فيهاش ما فيهاش شك ما داكشي ما كيخرجش على برا وكيبقى دابا الامور كيف ما, ما حدود بدايه الاسبوع المقبل ان شاء الله يكون شي قرار نهائي السي ايوب ما بغى يسافر مع الزوجه والوليدات ديالو خصو يحسب في المصير ديالو يعني اتفقنا انه ما نزربوش وفي نفس الوقت ما يتعطلش بزاف باش يبدا الموسم في بريباراسيون بكري وغادي نشوفوا ان شاء الله ثلاثة ولا الاربعاء كاع يعني ان شاء الله تكون شي ديسيزيون شي اللي كاين بالنسبه لسعدان مروان كنعرفك ملي أنت هو اللي كتكلف بالأعمال ديالو هل فعلا هناك نيه اللاعب العوده للبطوله الوطنيه؟ هو <applause> سعدان يلاه جدد العقد ديالو مع نادي الفتح السعودي كان عنده <applause> عقد موسمين ودوز عام مزيان في المستوى وسجل سبعه ديال الاهداف وجدد العقد لمده ديال موسم اخر يعني باقي عام واحد اخر من غير هذا اللي غادي يبدا <applause> <applause> يمكن ما كاينش هذه المساله هذه لا نهائيا اخويا ما نهائي. نهائيا بطبيعة بالنسبة لآخر نقطة يمكن تكلمتي عليها في هي سبورت لا بأس اللي بالنسبة للاعب بول هرود تا هو اللي كانت راجت أخبار عليه على أنه يقدر يرجع المغرب. كاين اللي كيهضر عليه في الرجاء. كاين اللي يهضر عليه الفتح كاين اللي كيتكلم من بركان شو ممكن تقول لنا على بول هرود؟ بول هرود راه داكشي اللي درت فيه اسبور هو اللي غادي نقول لك السي امين راه بالنسبه لبول عندو عنده الاولويه لاوروبا وباقي جوج ولا ثلاثه ديال الدول الاوروبا اللي هما سويسرا والنمسا واليونان باقي في بلاصتين باقي مفتوح الميركاتو اولويه لاوروبا عنده اتصلوا به مباشره لا يمكن ناكد اتصلوا بالرجاء والوداد مباشره ولكن الان اللاعب عنده اولويه يبقى في اوروبا سي سون دغوا ا كيف ما قلنا كيبقى الاسابيع ولا الايام المقبله كفيله باش بين وجهه نعم. ياسين شادي شكرا اخويا وسمح لي شكرا كنشكرك كثير على هاد شكراً, شكرا 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 السي ياسين ياسين الشادي ما عرفتش واحد السيد كيقول لي دابا كلمه فيها دابا الال وداد بالعكس انا نورت الراي العام نورت نورت الراي العام الودادي على كل ما يروج هذا آه اللي قال لك السيد ما لا تليفونه لا السيد الوكيل عنده شي مشكله مع الوالد ولا سعيد الناصر قال بالعكس الباب ابواب مفتوحه واللعاب باغي يجي لفرقته واعطاه مهله من هنا اليوم الاثنين باش خصو يمشي ويحدد الموقف ديالو باش يجي وي قاد المستقبل ديالو عا باش يسافر مع الزوجه ديالو بطبيعه الحال دونك هذه كنظن باللي مسائل عاديه جدا 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 والسي كريم انابي اؤكد لك بانك خطا 100% 100% ما زعما ما, عنديش اخويا بينات الله سبحانه وتعالى فقط أه... والنجم محمد لاعب الزمالك تصريحه على المواجهه المقبله امام الرجاء مباشره ما بعثت الق... القناه مع السي محمد الواحد طبعاً الحال اللي كنشكروه كثير والسي فرحان اللي عطانا الفيديو بطريقه مباشره قبل من بعد نسمعوا السيد عبد الحافظ نشوفوا السي محمد والنجم ودابا تنحمل القميص ديال فريق الزمالك آه، غندافع عليه ان شاء الله آه، بكل كل الحضور ديالي انا ان شاء الله باش نعطي داك الشيء اللي عندي باش نخلي جماهير الزمالك ان شاء الله آه مبسوطه ونطلب من الله نكون في مستوى ونحصلوا على المبتدا ان شاء الله هو نتيجه إذن اللي تكون مزيانه اذا هذا النجم اللي كما شفتوا تيعطي تصريح للمنابر الاعلاميه من لو سيت انفو الزملاء كاملين بطبيعه الحال ريثما يكون تصريح ديال السيد عبد الحفيظ موجود يعني القضيه شويش باش نحيدوها غادي نشوفوا مع خايد واش عند جاموندي اللي تكلم على هذه المعلومات اللي كتربط هذه القضيه بانه نشوفوا مزيان جاموندي في توضيح على مراج بانه قال ناصر يحيد هذا ودير هذا سمعوا مزيان ميغيل خل جاموندي بطبيعه الحال اللي تجاوب على هذه المساله <applause> Rapidamente, un démenti catégorico di certi rumori, di certi euh, journali électronici che sono in euh, train di parlare, che io faccio delle dichiarazioni, dei giorni che vanno bene, che a partire, e questo è assolutamente On n'a pas parlato, on è in train di semifinale di Champions League, molto importante, on è focalizzato su questo. E c'è lui che vuole fare delle cose come sapere, Manson, o delle persone, o persone che devono destabilizzare il gruppo o forse il personaggio che vuole imporre dei giocatori, che vuole fare qualcosa di male a guidare. Una volta che sarà finita la Champions League, inshallah, andremo a dare delle precisioni, andremo a sesso con il presidente per euh, fare la messa a punto di tutto, che è l'avenir dei guidatori. Anche questo, euh, mai dò un'intervista, niente di questo. Grazie a tutti. دير هذا غاموندي تيقول ديما كاين والو كل اللي خرج بانه ما عنده حتى شي علاقه بالواقع وبانه ما ما طلبش كاع من الرئيس ما هضرش معاه كاع في الركريتمون بانه الفريق كي كيوجد المباراه نصف النهائي وما عنده حتى شي نيه بانه آه يهضر مع الرئيس دابا في الركريتمون الاهم دابا هو مباراه نصف نهائيه عصبه الابطال وهذا هو المعقول بالنسبه للمدرب انه خصو يوجد نصف نهاية عصبة الأبطال بطبيعة الحال يعني نورمالمون غادي يكون غنحاول ناخذ وكيل ديال ايوب كحل سي محمد رزقي اللي اه هو رئيس جمعيه وكلاء او الوسطاء باش يعطينا الخبر الصحيح واليقيني بالنسبه ل راه في الواتساب عندك الصوره ديال الاخ بطبيعه الحال ما ناخذ الكونفيرماسيون ديالو لانهم هما دابا في المشاورات دونك باش ناخذ ويعطيني شنو كاين وناخذوه بالنسبه الناس بطبيعه خال بطبيعه حاد السي قنديل يمكن عطيتيني واحد السؤال عبد الرزاق قنديل سي امي كتما تجاوبني بصراحه هل تجربه راديو مارس كانت فاشله انا ندمت على بالعكس آه... العكس هو صحيح ل... الل... الفرق او ل... الكونترير كاع ال... 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 ما نبقاش نسهب بزاف انما العكس هو صحيح العكس 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 راديو مارس من آه... بعد الله سبحانه وتعالى وما عطوني فرصه فين إن... فين بين ملي كنبغي هذا الميدان وهذا ونحاول اني ندير سميه واحد النهار تقاد رزق تفاهمنا وخرجنا بحفله جميله جدا ويمكن كان طلب ديالي ما يدارش ذاك الفيديو اللي تسجل علاش؟ لانه كانت واحد اللحظه مؤثره وكنت قلت بالحرف قال لي ودي هذا الفيديو خصك تدار قلت له ودي حزن ديال الوالديه اغلبي كثير من هذا الفيديو يدور ويبقى صحيح انه غيبقى للتاريخ بان خرجنا بكلمه جميله ولكن حزن الوالديه ما قادش عليه لان كانوا ملي كانوا غيشوفوه انا ذاك لان غيشوفوك في لحظات ديال التاثر عادي جدا لانك كتعتبر واحد البلاصه اللي كانت دارك وداركم فيها ناس وفيها العائله ديالك فهذا هو اللي كان الطلب ديالي لو 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 كنت اصريت انه ذاك كنت غتشوفه انما ما ما كانش شيء بطبيعه الحال كنظن غيكون معنا بعد قليل بيتسو موسيماني غيكونوا معنا حتى الناس دراجه اللي استقبلوا الزمالك يعني حنا اولا بأول تنحاولوا نعطيكم لي فيديو، خاصك دير رياضه وي سي رشيد عندك حق، سي ندير ماشي غير الرياضه، الرياضه والريجيم وغيره، عندك حق يا اخي عندك حق، انت سؤال ملي كنت شكرا يطولنا عمرك سي آه بي خويا امين ما قدرتش خويا امين غوت اخويا امين ما نغوت علاش ما كتجيبش حكام كره قدم امريكا الجنوبيه تحت السي امين المهني هذا ولي يا اخي دونك هذا الواقع اللي عطيتك ورا الناس راهو يرزقون الناس اللي 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 كاينين كانوا معنا ولا اللي تنحيهم بالمناسبه سي هشام خليفه هذا موضوع هامش نقدر ندير انا لايف شخصي مع ونتكلم فيه ماشي في البرنامج حاول تصنف ابرشان حيت كاين تساؤلات بزاف واشاعات وما كاينش اللي غيجاوب صوت كبير وغير صمت كبير وغير مفهوم اتفق اتصلت بسي حميد حميد امرشان اكثر من 45 او 50 مكالمه بدون اجابه السي بيدرو كان ضرب شال اسبان أه... وما يمكن وغنشوف واش نقدر نستضيفو يا في رقم اسباني او في الواتساب ما كاين مشكل حسن بالخيدر كصديق في في يعني ما بقى شايف فعليا في الفريق يعني بكل صراحه حسن بالخيدر كنا كنستضفوا كثير وانسان غيور على ما بقى شايف فعليا في الفريق يمكن باقي تيعاونهم كغيور كمنخرط ولكن ما بقى شايف في الفريق دونك صعب بانك تستضفوا بطبيعه الحال خالد ريت يكونوا واجدين سيد عبد الحفيظ نأخذ سيد عبد الحفيظ اللي هو بمثابة المدير الرياضي داخل فريق الأهلي المصري ناخذ السيد عبد الحفيظ هو لاعب سابق للأهلي المصري والمنتخب المصري الاسمين يغنوا ان انت تتكلم على اي حاجه يعني اسم الاهلي واسم الوداد اسمين كبار جدا في الكره الافريقيه فاتمنى يا رب انها تبقى مباراه تليق بالفرقتين وباسمهم وبتاريخهم ومكانتهم في افريقيا ان شاء الله الرحمن باذن الله يكون عندنا حظ كويس وموفقين فيها لان المباراه ديت بتبقى معتمد على عنصر مهم جدا في عالم كره القدم هو عنصر التوفيق ان شاء الله نكون عند حسن الظن جماهيرنا ونرجع بنتيجه تحقق لنا تأهل باذن الله وتساعدنا على التاهل في المباراه الثانيه كل مرحله بيبقى لها ظروفها وكل ز... يعني مباراه بيبقى لها ظروفها وانا بدات كلامي وقلت لك ان المباراتين يكفي ان انت تقول اسم الاهلي والوداد يعني ان شاء الله نكون موفقين ونرجع بنتيجه تساعدنا على مباراه العوده باذن الله ان شاء الله شكرا مشجعين وانصار الوداد ومشجعين وانصار الاهلي ب... بالملايين يعني فان شاء الله حمان... ان شاء الله احنا تكون المباراه بس بمستوى الفرقتين على مستوى افريقيا باذن هي في ظروف السنه علينا وعليهم يعني فان شاء الله نكون موفقين باذن الله واتمنى بس في المقام الاول انها مباراه كره قدم تليق باسم الاثنين وتساعد كل محبين الهلال والاهلي او الوداد والاهلي ان هم يستمتعوا باللقاء يليق باسم الاثنين وفي تاريخ الفرقتين اذا هذا السيد عبد الحفيظ اللي هو المدير الرياضي بمثابه المدير الرياضي بالضبط ديال فريق الاهلي المصري وهو معهم لسنوات بطبيعه الحال انا اخذ محمد رزقي اللي هو الوكيل ديال ايوب الكحل هو الأب هو الاول ديالو هو هو الوكيل ديالو بطبيعه الحال ولكن ايوب رزقي هو اللي تكلف بالعمليه سي محمد رزقي سي محمد رزقي إشارة هو رئيس جمعيه الوسطاء او الوكلاء وهذه المغاربه بطبيعه الحال كنتصل به باش ناخذ التفاصيل بطبيعه الحال وناخذوها بطريقه رسميه قبل ان شاء الله من بعد نستضفوا السي لان هذه العمليه كانت تقالت وانتشرت ثم تعثرت و ترجمة المصرية اخويا ممكن شيء الترجمه ترجمة ديال المصرية صعب صعب الترجمة ديال المصرية بطبيعة الحال كان حاول تصل بسيمو رزقي مباشرة غنحاول 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 بما أتيت من <applause> من, امكانيات انا كنحاول نتصل بينا تنعرفوا هما جالسين دابا على الاتفاق تم كل شيء تم التوقيع الرسمي يعني غيمشي كذا ويعطوه الكونترا ويتليغاليزا ويمشي تاومولوغا في لافيدراسيون غدا يعني خذوها معايا من اليقين بعد ما اتفقوا جميع المنود اللي هي 350 مليون مع مختلفات اللي هي 50 في حاله تعفوز الوداد بعصبه الابطال القادمه واضافه اللاعب لهذيك الاشياء اللي بغاها كبونيوس لانه هو كان حبس تعاقد قبل دي بونيوس كان طالب بهم او مبلغ كان طالب به حولته لي بونيوس وهذا هو الصواب لانه هذه المفاوضات في العالم تنعرفوا بان في العالم بزاف الفرق اللي شفتو البارسا ما تشري من دي باي هذه البارسا لان كاين المشكل ديال الكوفيد والمداخل ممكن تصنف لينا مساعد مدرب جيش الملك السيبولي وسي طالب توضيح مراجع بعد الحافله كانت هناك شجار بين بعض اللاعبين ومدربين سي طالب هذا مراج واش الحقيقه غنعاون نحاول نرجع السي حكيم بطبيعه الحال لكن حاول نتصل ب بالسي محمد رزقي ونشوف واش غادي يجاوبنا ما جاوبناش اليوم يجاوبنا غدا بطبيعه الحال هضرت معاه في الواتساب كان تليفونه مقفول طيله هذه العشيه هذه وهذا امر طبيعي لان السيد خدام على القضيه ديالو من بعد ابخي أنا ما عرفش شيء واش عنده الامكانيه يجاوبنا دابا او لا انا لقيت لابيل ديال السي محمد رزقي وتنتصل به غادي نرسل له ميساج انا معكم في المباشر هكذا ها اونير نرسل له الميساج اون فو فوالا اون لي كنديرها في المباشر فقط باش تكون الامور بشفافيه ونعطيكم المعلومة, المعلومه الصحيحه لأن المعلومه صحيحة لاعب وقع عليه اربعه مواسم لان يعني كاين بعض الناس لا هذا كذوب لا هذا ما كاينش كذوب ولا شي حاجه دونك سامع الاشهار ديال منين جبتي <applause> كان طاليس هو صاحب الصوت عبد العالي المهر هو اللي كان انا داك وكان فعلا كيضحكني بزاف لا خويا معلوماتي ما غلطاش السي سويكي بارسا ما قدراش تشري من فيس دي باي والبارسا دابا راه ما خدامين صاحب الثقه ديال الرئيس ديال البارسا ما وصلوا للتوقيعات وكاين غليان هناك بطبيعه الحال هما صيفطوا بزاف ديال اللعابه باش يهبطوا القدره او يعني ما عندهمش القدره يخلصوا لي صالير لان عندهم دي صالير هما مرتفعين فما صيفطوش شحال من لعاب باش يدخلوا لاعبين اخرين ويخلصوا مواد عادي جدا في زمن الكورونا شتي ريال مدريد ما دارتش دي ريكريتمون وباغا تخلي وسيطات بعض اللعابه حيداتهم عليها باش تجمع الفلوس الممكنه وتخلص فيها هذيك السنتين اللي باقا عند بطبيعه الحال مبابي كيليان مبابي وتجيبوا لفريق ريال مدريد الموسم المقبل وهذا امر عادي جدا واش كاين تعاقد تبركان على حسب اخر اخبار تبركان ستوقع يوم غد او بعد غد لابراهيم البحراوي اللي نورمالمون قريب تبركان هداف البطوله خلال الموسم ممكن يكون هناك حالة لان تبركان على حسب اصداء اللي عندنا فهو ما بغني يجيبوا اربعه الخمسه التعزيزات اللي تعاون الفريق اللي الموسم المقبل لان هدف نهار تبركان كنعاود نقولها هو الفوز بالبطوله الوطنيه و لعب عصبه الابطال هذا هو الهدف ديال نهضة بركان بطبيعة ال... بالنسبة لنهضة بركان دونك آه فوالا أنا تنحاول نتصل بسي رزقي اللي آه ما عطاناش يعني واش عندنا سي, آه وهبي, لي سي آه وهبي اللي كان في استقبال بعثة الزمالك كان مكتب الرجاء نعرفوا مشاو استقبلوا وهبي واللي عرفنا هو أن أمير مرتضى مشى آه مع المكتب الرجاء في سيارة خاصة وسبقنا وكان عندنا سبق مع رئيس دراجه يتكلم بانه غادي يكون هناك جلسه مع امير مرتضى مرتقبه لتباحث في مساله لاعب حميد احداد لاعب ديال فريق الزمالك المعارض السنة للرجاء واللي دار سنه مزيانه مع الرجاء وهذا ما خلى ضغط كبير على اداره الرجاء بانها تجيب اللاعب حميد احداد واللاعب تا هو عبر على أه... الرغبه ديالو بانه يلتحق بفريق أه الرجاء الرياضي اما مساله الماده هي اللي كتطرح حاليا والسكومهش ماشي في الوداد سمعتي لاجون ديالو قبل قال لك لا هو باغي والرغبه ديالو الاوليه في الوداد ونهار إثنين دير مع لاجون ديالو باش يحدد المستقبل ويختار احد العروض ويحيد عليه باش يمشي يدير عطله قصيره مع الزوجه ديالو ويرجع في حالته يمارس تدريب ديالو ديال استعدادا للموسم المقبل المنتخب اللي بنحاول حول الامر بخصوص الجيش الملكي غنحاول غنحاول أه هناك اخبار استقدام رجل مهاجم من جناح افريقي مشهور الله اعلم سابين رايك راي ديالك حول جائزه الرجال الزمالك بعد مجهودات اللاعبين في المقابله الاخيره كانوا غتكون عندهم يعني ديك القوه اللازمه لي تجاوز هاد المرحله وانا اثق جد جدا في الرجاء والوداد كنتيق فيهم بزاف خويا امين المجيد دو مونتريال فينالمون واش حميد احداد غا جوي كونتر الزمالك او با نو فا با جوي كونتر الزمالك حميد احداد فوالا خالد انت ما يكون الفيديو واجد كاين واجد ديال مازال لان نقولوا باز الخير كنشكرو كثير لانه معنا في الاخراج في المباشر مع الكاميرا وتيجيو الفيديوهات اولا باول وتخدمهم باش يعطيهم لنا في المباشر بطبيعه الحال فيديوهات وصول بعثه الزمالك والاهلي المصري. سعيد وهبي رسمي الرجاء بعثه الرجاء الاولى مكتب الرجاء كان يستقبل بعثه الزمالك بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء. فريق الرجاء الرياضي الحمد لله دائما كاين في الموعد فجات بعثات رفيعه المستوى تتمثل المكتب المديري بس استقبل فريق الزمالك وهذا الشيء ماشي غريب على المغرب وعلى المغاربه وعلى فريق الرجاء الرياضي فهذا الشيء درناه مع جميع الفرق اللي تجي المغرب وفيما يخص المقابله فاحنا تنعرفوا الواقعيه والبراغماتيكيه واللعب الجماعي اي لو جو دو ديال الفريق المصري الفرق المصريه فالسلامي واحد المدرب ذكي جدا تيعرف قوه لي بوان فور بوان فيبل ديال الفريق راه تيوجد الفريق ديالو باش ان شاء الله نكونوا في الموعد فريق الرجاء الرياضي الحمد لله دائما كاين في الموعد فجات بعثات رفيعه المستوى تتمثل المكتب المديري بس تقبل فريق الزمالك وهذا الشيء ماشي غريب على المغرب وعلى المغاربه وعلى فريق الرجاء الرياضي فهذا الشيء درناه مع جميع الفرق اللي تجي المغرب وفيما يخص المقابله فحنا تنعرفوا الواقعيه والبراغماتيكيه واللعب الجماعي اي واحد روكو ديال الفريق المصري الفرق المصريه فسلامي واحد المدرب ذكي جدا تيعرف قوه لي بوان فور لي بوان فيب ديال الفريق راه تيوجد الفريق ديالو باش ان شاء الله نكونوا في الموعد لان هذه المقابلات ما تتلعبش غير في الذهب تتلعب في الذهب والاياب باش نكونوا في موعد نهار الاحد والسبت المقبل الناس السبت يمكن 24 وان شاء الله نتمناو ان فريق الرجاء ينتصر في هذه المقابله وندوزوا لا فينال نعم انا هذه وبعتبر اولا مكتب الرجاء كيستقبل بعثة الزمالك علينا يعني الفيديوهات اللي عندنا انا ما عنديش لماس ادب باش نعرف واش فيهم الوداد ولا فيهم الرجاء ما عنديش ماناش لهنا باش ندير ديربي وما هنا باش ندير الكريب كاينه بعثه الوداد علينا كتشوف بيتسو موسيماني المدرب الذي يعرف الوداده جيدا ويعرف الكره المغربيه جيدا أه بطبيعه الحال لحظه وصوله له كلمه راقيه على المغرب بطبيعة الحال بيتسو موسيماني اللي وصول للان هو مدرب الفريق الاهلي المصري دونك صور بطبيعه الحال لوصول بعثتي الزمالك والاهلي المصري غادي نحاول اخر مره نتصل بالسي محمد رزقي الله يجاوبنا بطبيعة الحال ومن في الرجاء كاف ماشي العصبة لا خويا غتيق في الرجاء والوداد معا وانا متأكد ان شاء الله من الاحساس ديالي بإذن الله بين أه بصي السيولة المالية التي توفر نفس الفرق أه وبأنهم باعوا لعاب بحال أه اللاعب أه اللي هو الكعبي بمبلغ مهم راه را باعوه ب, 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 ب مليون دولار يا اخي راه ماشي مبلغ هين سبعة المليون الدولار بطبيعة الحال أه دونك أنا كنحاول نتصل ما ما توفقتش غدا إن شاء الله نحاول نتصل باللاعب أه بإذن الله أولا نحاول نتصل بالسي محمد رزقي ولا برئيس الوداد السي سعيد الناصري إذا أمكنه ذلك أن يكون معنا بإذن الله ان شاء الله خويا انا ما عنديش مشكل بارسا تكون عندها ازمه ولا ماشي ازمه لا يهمني ذلك معلومة البارسا ما قدرش تجيبو لان الصالير بلوس ما يعطوا اليوم ما قدروش عليه دابا هذا هو المعلومه اللي كاينه وتي قالوا اولاس وقالوا, وقالوا وقالوا الناس اللي اللي كانوا واقفين على سبقة ميمفيس ديباي والذي دي غنعاود نقول لك بانه ممكن بلاصتو ما كايناش في البارسا مع الجيل الحالي البارسا والله اعلم بطبيعه الحال سي امين واش حداد فابا جوكا اللي بليسي ويا لا حداد نسمع رئيس الموسم ديالو مع الرجاء سالا دونك خصهم يتفاهموا عليه ويهضروا معاهم عليه واش غادي يكون ويبقى ويكون مع فريق الرجاء الرياضي الله اعلم فين توصل المفاوضات اذا كانت شي اصداء هذه الليله او غدا نوصلوا لكم باذن الله شكرا لكم انكم كنتم معنا مزيد من الفيديوهات واللقطات عن وصول بعثات الزمالك والاهلي وتصريحات اخرى غتشوفوها في الموقع ديالنا www.site www.siteinforiada.ma أعيد www.siteinforiada.ma تا هو غادي يمشي خويا ادم يكون هاني انفو ام بطبيعة الحال او على الصفحة في انفو لا في اوريزون القنوات على سيت انفو وعلى اوريزون تي في ليله سعيد الشكر الخاص اللي القناه اللي كاينه محمد الخامس مع السي محمد اللواحي بطبيعه الحال كنشكرو كثير 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 والشكر كبير 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 جدا للمخرج ديالنا السي خالد فرحه اللي كان معنا في الاخراج وفي المونتاج ديال الفيديو ويعطونا في المباشر تحياتي لكم الى اللقاء هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور كوتي سبور من توجه المغربيه للالعاب والرياضه كم دي جياز نربحو الرياضه <applause>